من النزاعات العشائرية في جنوب العراق إلى المجازر الدموية في ديالى، ابتداء من حادثة البوبالي والشيايلة وعائلة الشيخ مصطفى وصولا إلى مجزرة العمرانية. أهم الخروقات الأمنية المسجلة في العام 2023 تضاف إليها حادثة حريق قاعة الهيثم في الموصل. يشير محللون إلى أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية الضحايا هذه الأحداث. من المؤسف رغم مرور كل هذه الأعوام ما زالت هناك خروقات أمنية متكررة في عدة مناطق في عموم العراق وليس في محافظة ديالى. أعتقد أن الخطط الأمنية أصبحت قديمة، تحتاج إلى تفعيل الجهد الاستخباري بدرجة أكبر. الأجهزة الأمنية ما زالت تتعامل مع الخرق الأمني بأسلوب ردة الفعل وليس بالفعل الاستباقي. فيما تشهد هذا العام مقتل 70 إرهابيا بعمليات مختلفة لطيران الجيش وتدمير عشرات المضافات. عمليات عسكرية استمرت خلال الأشهر الماضية للتصدي للهجمات المنفذة من قبل التنظيمات الإرهابية والخارجة عن القانون. أهم العمليات العسكرية هي العمليات اللي وفرتها مديرية الاستخبارات العسكرية واللي كانت معلوماتها دقيقة جدا. استطعنا عن طريق سلاح الجو قتل وتدمير مضافات مهمة في مناطق معقدة جغرافيا مثل سلسلة جبال حمرين جنوب غرب كركوك في صحراء الأنبار، مستمرين بملاحقتهم. وكان هذه العمليات الأثر الكبير، يعني احنا فقط عن طريق سلاح الجو قتلنا ما لا يقل عن يعني تجاوز العدد 70 إرهابي. وللحد من نشاطات العصابات المنظمة والتهريب، تجاوز عدد المعتقلين 17,000 شخص بتهم تتعلق بتجارة وتعاطي المخدرات. أرقام مخيفة أعلنتها الأجهزة الأمنية بحق المجاميع التي تروج المخدرات، التي قد تكون أحد الأسباب وراء التوتر الأمني في بعض مناطق البلاد. تمكننا خلال هذا العام أن نضرب عصابات المخدرات في عموم العراق ضربات موجعة. لذلك الآن عندنا بالتوقيف موجود 17,149 موقوف ومحكوم على ذمة المديرية العامة لمكافحة المخدرات. أأكد 17,000 كان رقم عالي خلال العام. هذا 17,000 من ضمنه 10,153 محكوم. من ضمن هؤلاء المحكومين هناك 121 ضمن المادة 27، هاي المتاجرة بالمخدرات من ضمن الجرائم الدولية. أما في الشأن الخارجي، هدد العراق لأكثر من مرة بالاجتياح من بعض دول الجوار لملاحقة عناصر مسلحة داخل الأراضي العراقية واستهداف بعض القواعد العسكرية للتحالف الدولي. لتبين جميع المعلومات الواردة بالتقرير أن المشهد الأمني يحتاج إلى إعادة النظر في الخطط المرسومة لتأمين البلاد بحسب متخصصين. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.